Rakam 1, number 1 in the world. Round 1! At the middle weight, 75 kilogram. هذا اللقاء أضمن لكم أنه سيكون لقاء استثنائي، لقاء متعة، لقاء يعرض بالملايين. أعزائي المشاهدين، ملايين حول العالم يشاهدوننا الآن لهذا اللقاء. كلا اللاعبين على قدر كبير من الشهرة وعلى قدر كبير من القوة والتنافسية. لو كان هذا لقاء احترافيا لكان هناك الملايين المدفوعة من الدولارات فقط للتفرج على كلا اللاعبين المهريين. كنا وإياكم مع المدير الفني لمنتخب الإمارات للملاكمة المدرب محمد مصبح سعيد الشبلي، ونتمنى له التوفيق في البطولات القادمة بإذن الله. ويوما ما سنجد اللاعبين العرب والإماراتيون يتنافسون في نصف النهائي والنهائي بهذا الشكل. لدينا الكثير ولكن الظروف تمنع في بعض الأحيان ويكون لها رأي آخر. الجولة الأولى والدقيقة 14 بمجريات الجولة الأولى، والحكمة وتنبيه للاعب نمبر 1 الفلبيني بوضعية الساوث بو بعدم الضرب خلف الظهر. لا تتعجل عزيزي المشاهد، فهذه الجولة الأولى. كلا اللاعبين حذرين. من يرى مباراة الأمس لجعفروف وللسيطرة التامة لثلاث جولات والضربات الجذع الذي نفذها سيطلب من الركن الأحمر التريث قليلا قبل خسارة التصنيف الدولي. لكن هيهات، لاعب ركن الأحمر يبدأ بالتبشير عن أنيابه. فقد قابل الكثير الأقوى والأشد حدة من حول العالم وانتصر عليهم بنتيجة رهيبة وقوية. هو يعتبر اللاعب الأشهر في وزن 75 كيلوغرام ورقبة يمنى نحو الجذع، وفي الخارج ولديه حس فكاهي ويحب الضحك واجتماعي جدا. لاعب الأوزبكي، لاعب محدد صامت طوال الوقت، عنده تركيز واحد هو الصعود إلى النهائي. لقاء حذر في الجولة الأولى، الجولة الافتتاحية والاستشرافية، وهذا اللاعب القوي أو كلا اللاعبين قويين بصراحة. إشارة من الميقات لقرب انتهاء الجولة الأولى الافتتاحية التي يذهب فيها كلا اللاعبين إلى زاويتيهما لأخذ بعض النصائح وضغط زر بدء اللكمات التي ستكون لها رأي آخر في نتيجة المباراة. انظر إلى النصائح، انظر إلى التركيز والحدة. حكم اللقاء من بلغاريا الحكمة الدولية ماريا، ولدينا قضاة من إيرلندا، هنغاريا، رومانيا، والإمارات العربية المتحدة والهند. الزوايا تشتعل حماسا وخوفا وإصرارا. نمبر 1 in the world 75 kg أمام اللاعب المهاري جعفروف من أوزبكستان في الزي الأزرق. كثيرون من شبابنا العرب تواجهوا مع أحد مع كلا اللاعبين، إما مع جعفروف أو إيومير اللاعب المشهور جدا الفلبيني، واكتسبوا منهم الخبرات. ونحن نتكلم عن أعلام في عالم الملاكمة. أو لكمة خطافية يمنى جميلة من جعفروف ويكون له الرد بالطبع من نمبر 1 بيد اليمنى المباشرة في الوجه تماما. لكمات 1 2 او في تعثر غير المقصود عن طريق البساط واستكمال. اوه اللكمات القوية التي ياتي الرد الفلبيني في نفس الوقت، لم ينتظر له حتى الفرحة حتى بتهديف لكمتين.
لاعب مهاري اللاعب جعفروف، لكن امامه اختبار صعب هذه المره من اللاعب الفلبيني يومر. يومر مارسيال اللكمات القويه، تكاد الكاميرا تقسم الى نصفين من تلك اللكمات القويه. انتبه عزيزي المصور، هذه اللكمات القويه المحدده التي تاتي من ابطال العالم، ابطال استثنائيين، سترونهم كثيرا كثيرا في المقابلات القادمه. لديهم سيطره على مجريات الاحداث في وزن 75 حول العالم. انظروا الى الثقه، انظروا الى التعامل. اللاعب الازرق يتعامل مع رقم واحد بهذه الثقه وبالرقصه. انظروا لاعب حركه، شوف 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 شوف. الحكم هو شخص متفرج في هذا اللقاء، لا يعاني مع شخصين مهاريين، لا يحتاجان الحكم للارشادات ولا للتعليمات، فقط لاعلان بدء الجوله ونهايه الجوله ويشكرونه على ذلك. نو لو بلو، انتبه من الضربات تحت الحزام واللكمات المصدقه، ولكن ما خط فيها كفر القفاز كما ذكرنا، لا تسجل لكمات التي تسدد في القفاز او في خلف الظهر او خلف الراس، فقط الراس او الوجه والجذع وللقفاز معايير سلامه وحمايه وطبقات من الاسفنج لحمايه الوجه. الهدف ليس الايذاء، انما الهدف هو التنافسيه وتعلم كيفيه الدفاع عن النفس. لا، لو حاولت نزع القفاز من احد الملاكمين في اي وقت لن يمكنك ذلك، فهم يحبان اللعبه بشكل استثنائي. وجم نهايه الجوله الثانيه الحذرة جدا، لقاء قوية أعزائي المشاهدين. هذا هو البطل رقم واحد الآن في العالم، وهذا الشاب انظروا منذ لحظات لم يري الخصم في الركن الأحمر هذا التعب، ولم يظهر عليه، يضغط على نفسه ويمثل أنه لا يحس بالإجهاد وأنه بثقة كبيرة، والحقيقة غير ذلك. انظروا إلى الركن الرازق، أنا أراه من هنا مرهق لا يكاد يلتقط الأنفاس، لكن كل التحية له اللاعب جعفروف الفنان في إظهار كل الثقة. انظروا يمثل أمام نمبر 1 أنه الأفضل، وفي الحقيقة يكاد يلتقط أنفاسه. ثواني بالنسبة لي نراها دقيقة من الراحة، ويراها الملاكمان ثانية واحدة من الراحة. بداية الجولة الثالثة، وذلك الشعور الذي يحس به سوى الملاكمين فقط. يعود معنا من جديد السيد علي عبد الزهرة جواد الامين العام للاتحاد العراقي وعضو الاتحاد العربي، كيف ترى هذا النزال القوي بين اللاعب الفلبين في الركن الاحمر، هو رقم واحد في التصنيف الدولي في وزن 75 كيلوغرام، واللاعب القوي الذي تابعناه بالامس او بالامس القريب اللاعب الاوزبكي جعفروف صاحب المهارة، لو تتذكر معي سيد علي الضربات الصاعدة على الجذع والحركة الواثقة. بالتأكيد الملاكم الفلبيني من الملاكمين يعني الجيدين في القارة الآسيوية وتصنيفه أول على العالم، ولكن الملاكم الاوزبكي أعتقد ثبت هيمنته، وأعتقد راح يعني يكسر هذا النحس يعني ينتصر أعتقد يعني في هذا النزال، كون يعني اسلوبه 100% ناجح في اداء اللي هو اسلوب الطويل المباغت في اداء هذه الجوله. اذا اعطاء تنبيه شفهي لكلا اللاعبين لابقاء الراس عاليا وتجنب صدام الجبهه لعدم الاصابه. اللاعب مهاري جعفروف امام نمبر 1 ايومر مارسيل من الفلبين، اللاعب القوي جدا المحافظ على صدارته منذ سنوات. ما شاء الله كلا اللاعبين، اتمنى لهم التوفيق، لكن في وجهة نظرك ونظر الخبراء من سيكون الفائز؟ هل يبقى الفلبيني رقم واحد حول العالم في ميزانه،
أم يجبره جعفروف على التنازل على هذا اللقب؟ أعتقد ستكون الملاكمة الأوزبكية والملاكم جعفروف كلمة في هذا النزال لامتهانه، يعني لم يجعل الملاكم الفلبيني فرصة للتفكير من خلال التنقل الحركي والمباغتة بالهجوم. أعتقد يعني أسلوب جدا ناجح للملاكم الأوزبكي اللي أعتقد ستكون يعني الكفة مائلة إلى الركن الأزرق. هل تعلم أن الملاكم الفلبيني الدولي الأكثر شهرة ماني باكياو شخصيا من الداعمين للاعب مارسيل، وبعض الأحيان يتدربون سويا وهم أصدقاء؟ بالتأكيد يعني بلد واحد وهو مهتم بالطاقات الفلبينية مثل ما وصلنا، يعني الملاكم ماني باكياو يمني النفس لكمة مستقيمة يمنى من نمبر 1 في العالم 75 كيلوغرام. نزال قوي، اللاعب مارسيال يقترب من الاحتفاظ باللقب أو خسارته أمام جعفروف. ثواني معدودة بل ثانيتان تفصلنا عن نهاية هذا النزال ونهاية الجولة الثالثة. مارسيال إيومير نمبر 1 in the world وجعفروف من أوزبكستان ذا تشالنجر قوي استثنائي، ما شاء الله لديه قوة جسمانية رهيبة جعفروف وأكتاف عريضة ما شاء الله تفيد بنية جسمانية رائعة، نعم تزيد في الريتش وفي قوة اللكمات. انظر إلى هذا الجسم الاستثنائي، الحلبة تكاد تهتز بهؤلاء الأبطال. And the winner is Jafarov. He made the surprise. Eumer Marcial, you're always the best. You're always number one. But today, Jafarov is the winner. And you will be back another day. كل التوفيق لجعفروف بالفوز. Hard luck to Marcial. Eumer, بطل العالم ورقم واحد. شو رايك كابتن علي، حسدناه ولا والله مو حسدناه، ولكن هذا مجرى يعني شاهدنا الملاكم ركعه الشكر في لحظه اللكمات جميله جدا للملاكم الاوزبكي. منذ رايته منذ بدايه البطوله ومن قبل البطوله لاعب يتمتع بجسم استثنائي، من لديه هذا الكتف الضخم ما شاء الله والعضلات القويه في وزن 75 بهذا الشكل وتلقي اللكمات القويه من نمبر 1-2 فروم مارسيال نمبر 1 Wow. وتحملها. He took it very well. يمثل أنه على ثقة، يمثل أنه بخير ويذهب إلى الزاوية مزعجا ومنهكا باللكمات وبالأخير الفوز. بالتأكيد يعني كان الفوز من نصيب الأوزبكي مستحق جدا، يعني ما جعل خيار، يعني ممكن إذا كان الهدف ثابت للملاكم ممكن أن يكون صيد سهل، ولكن استغل حركته الملاكم الأوزبكي وبالهجوم المباغت أنه قدر أنه ينتصر و